عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي، قناة أصائص. النهاردة أنا هفرز الخضرة. أنا بحب الخضرة صبحة طبعا، بس في مرات مش بلحقها في السوق، بلاقيها خلصت أو مش بعرف أنزل أشتري خضرة، فدايما بيبقى عندي في الفريزر خضرة احتياط عشان إذا ما كانش عندي فريش. دي خضرة بقدونس وشبت وكزبرة، غسلتها أهي على بعضها، وهبدأ أقطعها الأول. أنا بقطعها بصراحة مش بالسكينة، بالمقص، وهوريكم إزاي أنا بقطعها. إذا كانت العيدان بالنسبة لي جامدة وناشفة زي كده مثلا، بقوم ماسكاها واخدة الصغير كده منها بالشكل ده، وأقوم رامية الجامدة ده، هي الناشفة دي جامدة، ما أمسكهاش في إيدي أقعد أقطع فيها أو تخبلني في المساكين، وأقوم مسوية دول كده على بعض، وافضل اجمع الخضره كده جنب بعضها، الجامد ارميه خالص، والعروق الطريه اخليها في ايدي اهي كده. والناشفه الجامده دي ارميها خلاص. دول بقى اللي في ايدي، هجمع حبة حلوين كده في ايدي وارجع لكم اوريكم ازاي انا بعملها بالمقص. اهو انا جمعت حبة حلوين في ايدي كده اهو، سويتهم من هنا بالتقريب يعني، ودول العروق الخضراء اللي هي ما هيش جامدة، الجامدة قوي دي انا روحت رميها على طول وانا برص الشوية معايا والمقص اهو. همسك العروق دي، استنوا الاول، همسك العروق دي اقصها ارميها، الجامده الناشفه اللي فوق دي اهي كده، دول هيترموا ماشي. ودي من اول كده هبدا اقص على قريب يعني، على صغير قوي اهو كده، الشكل ده. انا بالنسبه لي المقص بيبقى اسرع واسهل. انا موضوع المقص ده اللي علمته لي واحده عزيزه عليا جدا، زميله ليا كانت معايا في، قابلتها في ايام الدراسه يعني، كانت يمنيه، قالت لي في اليمن بنستعمل يعني، والكلام عليها يعني في بنستعمل المقص اكتر من السكينه وبيبقى اسهل، وقالت لي جربيه، وجربته لقيت المقص في حاجات كتيره بيبقى اسهل اهو كده، وبالذات في موضوع الخضره ده اصلا ممل، فالمقص بينجز معايا على طول اهو، وبيقطع صغير زي ما انا عايزه بالشكل ده. خلاص الجزء اللي انا كنت مجمعاه الجزء اللي انا كنت مجمعاه مع بعضه خلص اهو، اهي كده. دي الخضرة بتاعتي، بقدونس على شبت على كزبرة. هكمل اللي عندي وهوريكم ازاي هحطهم في كيس. الخضرة لما بتتفرز بتتحط في كيس مش في علبة، وهقول لكم في اخر الفيديو ليه كيس مش علبة. انا كده خلصت عبر الخضرة اللي عندي، كان عبر كبير بصراحة اهو، خلصته. هجيب كياس صغيرة زي كده او كياس تلاجة، دي الكياس المتوفرة عندي دلوقتي، هقوم فتح كيس كده وحطه اخلطهم، علشان انا بحب الخضرة مخلطة يعني، ما بحطش الشبت لوحده والبقدونس لوحده، بحطها كلها على بعضها، اللي هي خضرة المحشي العادي، وبستعملها في شوربة خضار، في محشي، في اي حاجة محتاجة خضرة. والخضره ما بتتفرزش في علب، بتتفرز في كيس افضل اهو، وما كبسش الكيس، اخليه مفرفط كده معايا ومعقدوش، علشان لما اجي اخد اعرف افتحه على طول، اقوم لفاه كده، انا بلفه كده عشان بحطه في الباب بتاع الفريزر مش بحطه في الفريزر. لو انت بتحطيه في الفريزر حاولي تبططيه كده علشان ما ياخدش معاكي مساحه، بس انا بحطه في باب الفريزر فبخليه مكعور كده علشان يتحط جوه الباب. هوريكم دلوقتي الكيس المتفرز عندي، وهعرفكم ليه انا
بفرز في اكياس مش بفرز في علب. اهي الخضره المفرزه عندي لما بتبقى في كيس كده بقوم انا ماسكاها ضغط عليه كده تقوم متفرفطه كده معايا على طول، يعني بمجرد ما بطلعها ما بركنهاش شويه. الحركه دي مش هتعرفي تعمليها في العلبه، العلبه هتبقى كل الخضره ماسكه في بعضها وبصعوبه هتطلعيها او هتضطري تركنيها بره شويه فهتدبل، لكن كده انا ضغطت عليها شويه ففرفطت من بعضها. اهي اخد الجزء اللي انا عايزاه، اخد الحبه اللي انا عايزاهم دول مثلا كده، واقوم في نفس اللحظه لفت الكيس وحطاه في التلاجه تاني مكانه في باب الفريزر، علشان كده انا بفرزها بكيس. خلاص كده ده الجزء المتفرز وده الجزء اللي انا لسه هدخله الفريزر افرزه. يا رب اكون افدتكم النهارده، يا رب الفيديو يكون مفيد للجميع. ما تنسيش اللايك والشير، ولو الفيديو ما عجبكيش اعملي ديسلايك واكتبي لي تحت في التعليقات ليه ما عجبكيش، ليه عملتي ديسلايك. ولو اول مره بتشرفني في القناه دوس زر سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.